عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف متعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم مش نحكيه أيضا على كارثة خطيرة جدا تمثلت في عملية الدهسة. مازال ما نعرفوش هذيك متعمدة وإلى عملية إرهابية لشنو بالضبط، لكن باش نحكيه على ارتفاع عدد القتلى في هذه الحادثة الأليمة بفوسانة. ارتفاع عدد القتلى في حادثة الدهسة بفوسانة وصل 3، وما زال ينجم النومبغ يكثر أكثر لأنه فما اللي يعنيه من جروح وإصابات عديدة متفاوتة الخطورة. ارتفاع عدد القتلى في حادثة الدهس بفوسانة أعلن المدير الجهوي للصحة بالقصرين الدكتور عبد الغني شعبيني اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة حادثة الدهسة ده سيارة لعدد من المواطنين بمقهى توفى منهم حتى أمني اللي هو من قفصة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال في تصريح لإذاعة شمس فيما أن شخص آخر توفي فجر اليوم الجمعة في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالكسرين بعد أن أصيب ليلة أمس في حادثة الدهس بسيارة لعدد من المواطنين أمام أحد مقاهي معتمدية فوسنة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 3 أشخاص من بينهم معاون أمن اللي يخدم في الأمن الجمهوري في القصرية في قفصة. وأشار إلى أن المصابين 2 بصدد تلقي العلاج حاليا في المستشفى الجهوي بالقصرين، من بينهم مصاب حالته حرجة جدا. وللتذكير فقد شهدت فوسنة من ولاية قصرين ليلة أمس حادثة مؤلمة جدا تمثلت في انحراف سيارة كانت تسير بسرعة جنونية واصطدامها بعدد من الأشخاص المتواجدين أمام المقهى. صور عملية كيدية هذه، وإن شاء الله التحقيقات تجيب، والله يرحمهم من عمهم يا رب ويصبر كل عائلة. ما تنسوش الدعم والاشتراك، وباي باي.